في إطار جهودها المبذولة لتأمين حج هذا العام، تواصل قيادة المتابعة الجوية تغطيتها المستمرة والكاملة لأجواء المشاعر المقدسة من خلال تيسير رحلات يومية على مدار 24 ساعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع والأمن العام. رغم محدودية حجاج هذا العام، إلا أن الأجهزة الحكومية في غاية استعدادها. المتابعة الجوية بكامل جاهزيتها وبتركيز أعلى، خصوصاً على نقاط المنع والتحكم المحيطة بالمشاعر المقدسة. دور المتابعة الجوية هو دور تكاملي مع الزملاء في الميدان. تقوم المتابعة الجوية بتسيير رحلات وجدولة الرحلات اليومية كل على مدار الساعة عبر طيران الأمن وكذلك القوات الجوية السعودية الملكية، بحيث يتم رصد جميع الملاحظات والمخالفات، سواء ملاحظة أمنية، سواء مخالفة مرورية، أو كذلك عرقلة المشاة. تشارك في المتابعة الجوية وزارة الدفاع من خلال القوات الجوية، وكذلك أمن الدولة من خلال قيادة طيران الأمن، وفي كل رحلة ممثل من الأمن العام يتصل بالقيادة والسيطرة. يتم تمرير هذه الملاحظات عبر المراقب الجوي لتوصيل هذا البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة، الذي يقوم بتحليل المعلومة وفلترتها ودراستها ومن ثم تمريرها للجهات المعنية في أرض الميدان. كل هذه الخدمات عمادها الفقري سلامة الإنسان أولاً وأخيراً. للأخبار شيماء الزهراني، مكة المكرمة.